دع صغار العقول ضعاف النفوس يضيعون وقتهم ومجهودهم في محاربتك، واستغل أنت وقتك في بناء نفسك ووطنك. مساء الفن، مساء الجمال، مساء السعادة، مساء الورد على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح. حلقتي النهاردة فنية بعنوان الإبداع في الجمال والإبداع في الفن الشعبي. بس في بداية الحلقة كده أحب أرحب بضيفي المطرب الشعبي الأستاذ حمادة رفعت. إن شاء الله نورتنا وشرفتنا في الحياة كفاح النهاردة. ربنا يخليك يا رب ووالديك. والله عرفني وعرف السادة المشاهدين بنفسك أكتر. أنا اسمي حمادة رفعت، طبعا طلعت في كم فرح الفترة اللي فاتت، وانت إن شاء الله ربنا يكرم يا رب أنا مع حضرتك النهاردة. بس انت ليك شغل غير الفن الشعبي يعني؟ آه غير ان شغل انت مطرب شعبي؟ انا في عمل شغال فيه، شغال في شركة طبعا الحمد لله. تمام. طبعا وزمايلي طبعا هم اللي ادوني الخطوة دي ان انا اغني. يعني انت اللي اكتشفك مين؟ انا مديري في الشغل اسمه الاستاذ حسام امام، طبعا يعني اكتشفني وكان هو اللي قال لي طور من نفسك. قالك صوتك حلو. طب بعد ما قالك صوتك حلو عملت ايه؟ والله تواصلت مع ناس وبدات ان انا اطلع يعني افراح كده، وان شاء الله ربنا يكرم في ان شاء الله اعمل اغاني الفتره الجايه يعني. طب انت قلت لي قبل الهوا ان انت بتغني عاطفي وشعبي، بس انت متخصص شعبي. فتحب تسمعنا ايه دلوقتي؟ اي حاجه نشوف، لو عايز عاطفي ماشي. خلاص اوكي، اللي يعجبك. عايز تبدا بايه؟ اغنيه تامر عاشور كده انت اخترت مثلا. طب تمام اتفضل، المايك مع حضرتك. انت اخترت طريق ومشي بعد هوايا وقلبي نسيت، وما رجعت لبعد راجعني بتفكرني بحب زمان. هو انت بتكذب وتصدق؟ كان من امتى بتعرف تعشق؟ ابعد عني خلاص ويا ريت لو تتعود على الحرمان. انا ضحيت بالدنيا عشان ولا يوم قلبي باعك ولا خانك. ضحيت انت بايه علشاني وبعت غرامي وفيا جرح؟ وياك ضاع العمر علي، عمري ما شفت معك حنية. ولا عايزني اسامحك ولا ارجعلك مهما عملت. انت اخترت الطريق ومشيت بعت هوايا وقلبي نسيت، واما رجعت في بعد رجعني بتفكرني بحب زمان. برافو. قلت لي ان انت بتغني عاطفي ومتخصص شعبي. اكتشفت ازاي ان انت بتعرف تغني شعبي؟ يعني انت مثلا بتحب الشعبي فحبيت تغني شعبي، ولا انت مثلا غنيت اغنيه فحد قال لك لا انت صوتك كويس او انت ادائك كويس في اللون الشعبي؟ لا، هو تملي الاغنيه بناء عن شعبي او الاغنيه اللي بحس ان فيها احساس حلو وانا ممكن احسه وانا بغني، دي بحب اغنيها. تمام. انما مش كل الشعب بحب اغنيها يعني. طب بتحب تغني لمين شعبي؟ انا في رضا البحراوي طبعا بحبه جدا، وفي الاستاذ اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام ابن الاستاذ شعبان عبد الرحيم اسمه عدويه شعبان عبد الرحيم، طبعا ليه اغنيه كده بحاول احفظها له برضه جميله برضه. والاستاذ حمدي امام برضه مطرب حلو برضه وصوته جميل جدا، اغانيه كلها بحب اسمع لانها بتخش قلبي على طول بصراحه صوته. تمام. سمعنا بقى حاجه شعبي، حاجة تكون قريبة لقلبك كده وبتحب تغنيها دايما يعني. تمام. بصي هغني لك اغنية بتاعت عدوية شعبان عبد الرحيم يعني اغنية. تمام. بس اتفضل.
بيسألونا ايه جرالنا، ايه اللي غير طبعنا، وبيقولوا لنا اتقل خيرنا والرحمة راحت مننا. بيسألونا ايه جرالنا، ايه اللي غير طبعنا، وبيقولوا لنا اتقل خيرنا والرحمة راحت مننا. قاعدين على أعصابنا، عمر الهم ما سابنا، لقمة عيشنا في بق سابع، وانتوا تقولوا نصيبنا دنيا ودايسة علينا، من المر بتسقينا، ولا حد شال بالكو في مرة، ولا طبطبتوا علينا، كلنا دايرين جوا ساقية، بس الناس تايهة ومش لاقية، حتى اللي الدنيا بتديهم على الناس مساكن مش باقية. من حق أعيش وأفرح بعمري ولو شوية، مش كل مرة أخد لي ضربة تهدي فيا، ده أنا لو حديت بالشكل ده تكسروني ليه، بس عايزين تكسبوا وتخسروني. أنا لو حديت بالشكل ده هتخسروني ليه، بس عايزين تكسبوا وتخسروني. انا لاحظت حاجه في الاغنيه العاطفيه ودلوقتي في الشعبي، ان الاثنين بيميلوا للحزن، يعني ده ليه؟ عشان انا بحب اسمع الحزينه اصلا، لان كل المواقف اللي بتحصل لي هي حزينه، فانا لا ربنا كده يفرحك يا استاذ حماده، ده ليه كده؟ اه والله. لا تفائل يعني. طيب بتشتغل على نفسك ازاي وبتطور موهبتك دي ازاي؟ بس بصراحه انا في ناس زمايلي، انا بخش على برنامج اسمه ستار ميكر، طبعا الناس حبايبي هم تملي بيساعدوني، لان فيهم ملحنين وفيهم مطربين. تمام. فتملي لما انا بغني بيقول لا انت غلطت في الحته الفلانيه، وانت غلطت في كذا، لازم تطور من نفسك، وكل يوم بتابعهم طبعا الحمد لله. يعني انت قصدك ان انت بتتمرن كتير على الغنى مع ناس ملحنين مثلا، او ناس مغنيين زيك، وهم بقى مثلا بيصلحوا لك يعني؟ تمام. اه تمام. طيب بتحب تغني لمين قديم مثلا؟ يعني مثلا الشعبي قديم، مثلا استاذ محمد عبد المطلب، استاذ كارم محمود. لا بصراحه ما كانوش دول، مش دماغي، مش جيلي ان انا اسمع الناس دي يعني بصراحه، بس هم طبعا ناس كبار جدا يعني، وفي ناس بتسمعهم كبار طبعا، بس مش دماغي طبعا. طب وجديد شويه بعديهم مثلا ممكن نقول عدويه، استاذ عدويه، بس بعد كده مثلا حكيم. لا هي ممكن نجاة، ممكن اكون اللي بمن لها شويه. استاذ نجاة؟ اه استاذ نجاة بس طبعا، ده مش شعبي خالص. بس هي ليها اغاني، ما هو مش حكايه شعبي، انا اي اغنيه بحس ان هي. لا انا خايف اقول لك كده، مثلا زمان عبد المطلب وكريم محمود، او دلوقتي بعديها بشويه مثلا عدويه او حكيم مع حفظ الالقاب، يعني ان انت تخصصها قلت انا بغني شعبي وانا لوني شعبي، فانا بتكلم في مجالك في الشعبي. بس الشعبي يعني الناس دي في طبعا، لان انا مش هم في ايامهم ما كانش الشعبي اللي انا حابه دلوقتي، يعني الشعبي اللي انا حابه دلوقتي بحس ان هو في احساس جامد طبعا
طبعا مع تغيرات بس هم لهم كل احترام طبعا. وتقدير لا يعني. طبعا ما حدش يقول، بس كل واحد يعني ايه بيحب يمشي في طب حافظ حاجه مثلا العدويه؟ ما هو عشان انا ما سمعتهمش، فما ولا حكيم ولا حكيم الاستاذه نجاة ممكن. انت دايما عايز تقول حاجه لنجاة؟ اه ممكن، اه بس بسيطه يعني. طب اتفضل. ماشي تمام. ده من ضمن العاطفي، ده من ضمن العاطفي مش الشعبي. تمام اتفضل. أما براوة براوة، أما براوة دور حبيبي تراوة آخر تراوة. أما براوة براوة، أما براوة دور حبيبي تراوة آخر تراوة. ولد حبيبي مليانة عطشانة يانا، أروح له ولا أروح أشرب حدانا؟ ولد حبيبي مليانة عطشانة يانا، أروح له ولا أروح أشرب حدانا؟ أروح له ولا أروح وبلا الشقاوة؟ أما براوة براوة على الشقاوة. يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني، أحب لوم العوازل لما يلوموني. يا ناس لوموني لوموني ما ترحموني، أحب لوم العوازل لما يلوموني. وأنا وحبيبي يا عيني حلو حلاوة، أما براوة براوة على الشقاوة. لا برافو. طيب في العاطفي بقى مثلا غنينا النجاة يعتبر قديم، تامر عاشور كانت أول أغنية معانا مثلا النهارده، بتحب تغني لمين تاني في العاطفي؟ أحب أغني لمين تاني في العاطفي؟ اه برضه هو تامر عاشور، انا بحب اغنيه ما بتهزش بقول ده كلام، دي طبعا جميله جدا يعني من الاغاني اللي انا بحبها. تمام. بحب اسمع طبعا لتامر حسني ولشيرين، ناس كتيره يعني بحب اسمع لهم، بس طبعا انا لوني تملي هو في الشعبي يعني. فطبعا طيب كلمني بقى عن الافراح، يعني انت مثلا اتعرفت ازاي مثلا من اول فرح روحته؟ انا كنت بروح افراح كده مع زمايلي طبعا في الاول في الديشات خالص، كنت امسك المايك بغني تمام دي جي اه في الديشات كده اه يعني، كنت بروح طبعا اقعد مع ناس زمايلي واخد المايك واغني. طبعا في ناس قالت لي لا انت صوتك حلو والكلام ده، بدات اطور من نفسي اروح افراح شعبي. تمام. برضو كنت طبعا طب معلش في الفرح يعني بيبقى الاغاني حتى لو شعبي بس ما تبقاش حزينه يعني؟ لا انت ما ممكن اه افراحنا صح كده يعني ممكن يبقى شعبي زي حكيم مثلا؟ لا ممكن افراحنا دي جيهات اه دي ما فيهاش حزين. تمام. انما في اماكن تانية هي بتحب المواويل في الافراح. طيب بمناسبه المواويل بقى سمعنا موال. موال مش بس سمعت اغنيه بطريقه موال طبعا جميله جدا. والله براحتك بس احنا عايزين موال. اه تمام. بس هي مش موال بس حلوه يعني. اتفضل. عابر سبيل في الدنيا دي مش لاقي بر، ومن اللي فيا بحس طعم الحلو مر، غلبان قوي وعايش بقول يا حداريني، وفي سجني احزاني ترمي والاسم محر.
ده انا حاجة ملهاش اي معنى وشي بسيط، انا لعبة في ايدين الحياة مربوط بخيط، وجودي زي غيابي ما بيفرقش حاجة، ولا طولنا من الايام غنى ولا طول نصيب. انا عندي بس سؤال بسيط من كلمتين، ليه حطوا اسمي في خانة المتعذبين؟ انا جيت لقيت الحزن فاتح حضنه ليا، وكأني عايش عمري كله بس ابتديت على الجرح بصحى، وعلى الهموم دايما بنام، رصيدي في الأحزان كبير معرفش كام، والناس بتسأل دوري ايه في الدنيا دي، معرفش دوري وديني عايش والسلام عبر السبيل. بيفتحولي ليه بس في جروحي القديمة، شايفني ليه شايفني حاجة قليلة ولا ليها قيمة؟ بيفتحولي ليه بس في جروح القديمة، شايفني ليه شايفني حاجة قليلة ولا ليها قيمة؟ ده الكل مني تهربوا وتخلوا عني، وكأني واحد متهم عامل جريمة. ليه خليتيني سؤال يا دنيا ملوش إجابة؟ دعي عليا ودعوتك على طول مجابة. هو انت واجع مريحي مبسوطة يعني، ولا انت كعبك عالي عالناس الغلابة؟ ده انا عندي بس سؤال بسيط من كلمتين، ليه حطوا اسمي في خانة المتعذبين؟ ده انا جيت لقيت الحزن فاتح حضنه ليا، وكأني عايش عمري كله بس اديتيه. انت مصمم تزعلنا يعني، كل الحاجات اللي قلناها كلها مايله للحزن جدا يعني. انا بحب الحزيني بس. طب بس ما شاء الله عليك، بس يعني حزين قوي. كل المواقف اللي حصلت لي كلها مواقف حزينه. طب تفائل انت مع نفسك يعني، حتى لو اللي حصل لك في حياتك حاجه تحزنك، لا انت ما تحزنش. التفاؤل لما الاقي ناس بقى كويسه تبقى واقفه معايا والكلام ده ممكن يتفائل. اديك معانا النهارده في الحياه كفاح يعني. ان شاء الله يبقى ان شاء الله يا رب يكون وشنا حلو عليك فعلا، ونكون خطوه كده في مشوارك باذن الله. دي حقيقه يعني، ما لقيتش حد يعني. طب احنا دلوقتي عايزين حاجه فعلا تفرحنا، تطلعنا من المود بتاع الحزن ده. حاجه تطلعك من الحزن؟ ما كله حزين. لا اختار لي حاجه ما تكونش حزينه يا ريت. ماشي. يعني مثلا عندك العزبي، محمد رشدي، الاساتذه دول كان عندهم مواويل فعلا كانت حلوه جدا وبتعجبنا، منها الحزين ومنها المش حزين. ماشي. معلش يعني ده طلب ل زمايلنا في الكنترول بيعملوا يطلبوا مني عايزين فرايحي. يا ريت يعني، عشان دخلتنا في مود وحش جدا يعني.
طيب فرايحي. طب حتة كده العدوية بس أنا برضو هي مش حافظها. تمام اوكي اتفضل. راحوا الحبايب بقى لهم عام التاني، راحوا الحبايب بقى لهم عام التاني، قادرين على البعد ولا راجعين تاني. راحوا الحبايب يا بنت السلطان، حني على الغلبان، المية في ايديك يا حلو عدوية عطشان. يا بنت السلطان حني على الغلبان، المية في ايديك يا حلو عدوية عطشان. سعيدة يا حلوة السعيدة يا اللي بلادك بعيدة، أمري وأنا جيلك ماشي يا حلوة من شبرا مصر الجديدة. اديني اديني قطة المية في ايديك سكر، اديني اديني قطة المية في ايديك سكر. على كوبري عباس ماشية وماشية الناس، ماشية بص عليك يا حلوة عدوية وانا ناس. على كوبري عباس ماشية وماشية الناس. حاجة فريحة تقول راحوا الحبايب. أيوة ما هو ده. الله يرحم الحبايب كلهم يعني، بس يعني مش فاهمة حاجة فريحي. مفيش فريح، هو كل الأغاني أصلا، كل الأغاني اللي قلتها لك دي الموت فعلا صعب يعني. كل الأغاني اللي قلتها لك دي. طب أنت بتروح في أفراح يعني، الفرح ده لازم يبقى الحاجة فرح، هو اسمه فرح. ما هو فرح، ما كل الأغاني اللي بغنيها يعني دي مفيش حزن خالص تمام. يعني ربنا ما يجيبش الناس أي حاجة وحشة، بس اسمه فرح، فتروح تسمعه مثلا حاجه زي كده. كل الاغاني دي، كل الاغاني دي في الافراح الشعبيه بتتحول بعد كده. قول لي بسرعه كده عشان الوقت. اطرف موقف حصل لك في فرح؟ اطرف موقف حصل لي اطرف موقف حصل يعني انت رحت افراح كتير، رحت فرح في ايه بقى الموقف اللي معلم فيك مثلا حاجه مش قادر تنساها؟ رحت فرح، وطبعا كنت لازم، انا كنت رايح نمره في فرح اصلا، رايح تغني يعني. تمام. وانا طبعا يعتبر كانت من اول الايام اللي انا رايحها. تمام. وهم قعدوا يندهوا عليا في المايك يعني، مع المطرب اللي تحت فين، المطرب اللي جاي فين فين. انا رجليا من كتر ما انا خايف مش قادر اقوم من على الكرسي. تمام. وبعدين والله ما قادر اقوم من على الكرسي. قلت له انا تعبان خلاص مش قادر اقوم اغني عشان عندي اللوز، نزلت دلوقتي انا مش هقدر. قال لي ما ينفعش. قلت له لا خلاص والله، قمت سايب الفرح وقمت ماشي. يعني رايح عشان تغني ما غنيتش؟ انا رايح عشان اغني، ونادوا عليا بس انا ما كنت، انا اول ما نادوا عليا رجليا ثبتت في الارض، ما قدرتش امشي، راحت المسرح. لان انا وانا رايح اسلم اصلا على الفرقه انا رايح وانا خايف. عقبال ليه الخوف ليه؟ يعني انت عندك موهبه مثلا وتبقى روح واثق من نفسك، لازم تواجه جمهورك. واثق من نفسي بس طبعا اول مره طبعا انا كنت خايف يعني. انت مثلا وقفت تغني فما غنيتش. انا مش رايح فرح ومش في دماغي الفرح ان هو يبقى بالطريقه دي. يعني مثلا اقول لك اتفضل المايك، او ان خلاص وقت نمرتك جت فانت سبتهم ومشيت. ده هما ندهوا عليا، انا المفروض ان قاعد تحت مستني نمرتي طبعا، وانا مستني طبعا ان هما يندوا عليا. اول ما ندهوا عليا انا اتثبت في الارض. لا بس انت اكيد ما هتعملش كده تاني يعني. يا ان شاء الله. يعني ممكن مثلا الساده المشاهدين دلوقتي حد يبقى عنده فرح وهيتواصل معاك، رقم استاذ حماده على الشاشه، فلازم اللي يتواصل معاك يعني. لا ان شاء الله خلاص كده تمام كده خلاص. بعد الحياه كفاح، كلنا لازم بنكافح، فانت كافح الخوف اللي عندك ده. انا جيت خدت جرأة النهارده. طيب تمام اوكي الحمد لله. وربنا يجعلنا كده سبب ان شاء الله لشهرتك ونجاحك، ونتقابل ان شاء الله تاني برضو في الحياه كفاح ان شاء الله. اكيد طبعا. وانا اتشرف ان اكون مع حضرتك. بالتوفيق والله. يعني بالتوفيق لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. انا سعيده جدا كنت معاك النهارده. انا هختم مع الساده المشاهدين، بس انت هتختم، انا هختم معاهم الاول وبعدين انت هتختم معاهم باغنيه، بس يا ريت ما تزعلهمش، كفايه زعلوا النهارده مننا كتير في الحياه كفايه بصراحه. المول اللي انا قلته لحضرتك انا قلت انا هختم بيه اللي هو قبل الهوا. اللي هو قبل الهوا. طيب تمام يا استاذ حماده. انا بشكرك على وجودك معايا النهارده، وبجد انا كنت مبسوطه ان انت موجود معايا في الحياه كفاح، بس يا ريت المود ده يتغير ان شاء الله، يتغير عشان اي حد عنده فرح يتصل عليك ويتواصل معاك ان شاء الله.
تمام. في بس معلش كنت عايز اتفضل اوجه بس تهنئة اتفضل. الناس يعني زمايلي يعني وقفوا جنبي بصراحة، عملوا معايا موقف. قدم لهم الشكر يعني. اتفضل من دي خلالنا. الأستاذة رنوش تمام، والأستاذة ريري، والأستاذ ساهر. الأستاذ ساهر ده سعودي. الناس تمام. دي يعني ربنا يكرمهم يا رب. احنا كمان من خلال الحياة كفاح بنشكرهم وبنحييهم ان هم واقفين جنب استاذ حمادة وبيدعموه. وانا فعلا كنت مبسوطه ان انا معاك النهارده. ربنا يخليك يا رب. وانا كمان والله شكرا للساده المشاهدين على حسن المتابعه، على وعد بلقاء متجدد في حلقه جديده من برنامجكم الحياه كفاح. وهسيبكم مع استاذ حماده. سلام عليكم. ليلي يا ليلي يا ليل الكبير الكبير شيله فوق دماغك، تبقى عند الناس كبير. راعي أهلك راعي ناسك، سرهم خلي في بير، خلي كل الناس تقول ده اللي بيفهم في الأصول. خلي كل الناس تقول ده اللي بيفهم في الأصول، واللي زيك مش كتير. الكبير اللي زيك مش كتير، كنت تاكل من ايديا ومن ورايا تزف فيه.